بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوائد عظيمة وكبيرة تحصل لك عند قراءة سورة البقرة. تعالوا معي لنتكلم عن هذه الفوائد، وقد جمعت لكم 10 فوائد عظيمة عند قراءة سورة البقرة. أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذها بركة. والبركة عامة، بركة في جسدك، بركة في حياتك، بركة في وقتك، بركة في رزقك، بركة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. البركة عامة، هذا أولا، وهذا أمر مهم. الأمر الثاني، طرد الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الشيطان ينهزم عند قراءة سورة البقرة. فإذا هي، سنتكلم الآن أيضا عن تحصين البيت، لكن هي تحصين للنفس، وفيها آية الكرسي. وكما تعلمون أنه جاء في الحديث أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، ومن قرأها قبل أن ينام كانت له حصنا بإذن الله من الشياطين ومردة الجن إلى أن يصبح. وأيضا في سورة البقرة خواتيمها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى نهاية السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. ثالثا، أنها تحصن البيت بإذن الله تعالى لمدة ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأها في بيته ليلا لم يقربه الشيطان 3 ليال. إذن عندما تقرأ سورة البقرة في البيت سيكون البيت محصنا بإذن الله تعالى لمدة 3 أيام. 3 أيام. رابعا، إبطال السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة، فهي إبطال وعلاج من الأسحار، وبنفس الوقت هي تحصين من الأسحار، تحصين وإبطال وعلاج بإذن الله تعالى. وكم من إنسان داوم على قراءة سورة البقرة وتغيرت حياته وتغيرت نفسيته بفضل الله تعالى، وحصل له من الخير العظيم. خامسا، علاج للحسد. فيها آيتين، سبحان الله، عفوا، 3 آيات، 3 آيات للحسد. عندما نقرأها على المحسود تؤثر تأثيرا عظيما. الآية الأولى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. هذه آية مؤثرة جدا. وأيضا الآية الأخرى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه الآية لها تأثير عظيم على الحسد. الآية الثالثة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم.
أيضا هذه مؤثرة تأثيرا عظيما. وبالعموم بالعموم السورة كلها سبحان الله لها تأثير عظيم، ولذلك كثير من الناس عندما يقرأ سورة البقرة يبدأ يتثاءب كثيرا، والتثاؤب من علامات خروج العين والحسد أو وجود العين والحسد. سادسا الخلاص من الحسرة. نعم هذه يعني هذه مسألة عظيمة كثير من الناس لا ينتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتركها حسرة، تارك سورة البقرة يعيش في حسرة، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخذها بركة وتركها حسرة حتى لا تعيش متحسرا. عليك بسورة البقرة، اقرأها كل يوم إن استطعت، وإذا ما استطعت كل يومين، وإذا ما استطعت كل 3 أيام، لأنه جاء في الحديث أن من قرأها في بيته ليلا لم يقربه الشيطان 3 ليالي. لكن المداومة عليها كل يوم سبحان الله لها تأثير عظيم. سابعا تعذيب الشيطان وإضعافه. كان عندنا كثير من المصابين يشتكون من هجمات الشياطين وأن الشيطان فعل وفعل ويعني يتقوى ويبرز قوته، ولكن سبحان الله والله عند المداومة على قراءة سورة البقرة بدأ يتهالك ويعذب، وشفى الله سبحانه وتعالى من شاء أن يشفيهم، وتحسن منهم من شاء الله أن يتحسنوا، والشفاء والتحسن هذا بيد الله. ممكن الإنسان يقرأ ويعني لا يتحسن بأمر الله، لكن أنا أتكلم عن كل من رأيناهم من الحالات. أنا إلى يومنا هذا ما وجدت حالة داومت على قراءة سورة البقرة ولم تتحسن أو تشفى. ممكن أن تداوم ولا يعني ولا يأذن الله سبحانه وتعالى بتحسن أو شفاء، ولكني ما رأيت، مع العلم رأيت آلاف الحالات، لكن والله ما رأيت حالة واحدة داومت على قراءة سورة البقرة وما يعني تحسنت أو شفيت، والله ما رأيت ولا حالة. ثامنا قطع الأحلام، وهذه مسألة استفاضت وسمعناها كثيرا بفضل الله. يأتيك المصاب يقول لك أنا كنت أحلم بالهجومات والأفاعي وكلاب وكذا واعتداءات وأمور كثيرة، ولكن عند المداومة على قراءة سورة البقرة إما انتهت وهذا في الغالب، أو أنها ضعفت وخفت كثيرا، ضعفت وخفت كثيرا. ولذلك انتبهوا الأحلام المزعجة عندما تقرأ سورة البقرة وتداوم عليها بإذن الله ستنقطع نهائيا إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا قلت لكم ممكن أن تجد حالة لم يأذن الله أن تتحسن أو تشفى، لكني والله ما رأيت حالة داومت إلا وتحسنت أو شفيت. تاسعا علاج الوسواس. الوسواس يا جماعة مدمر للإنسان، فيه أذية وفيه تعب نفسي وفيه تعب جسدي، ولكن إن شاء الله من داوم واستمر على سورة البقرة فاعلموا أن الوسواس بإذن الله تعالى سينتهي ويزول إذا شاء الله سبحانه وتعالى. عاشرا وأخيرا القضاء على التعطيلات في الزواج والرزق والدراسة والعمل والقضاء على التفريقات. سبحان الله فيها آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى نهاية الآية. هذه الآية لو كررتها
ستجد فيها تأثيرا عظيما على الحسد، على العين، على السحر، على كل الإصابات بإذن الله تعالى. فالذي يعاني من التعطيل والذي يعاني من التفريق والذي يعاني من الأسحار والذي يعاني من الحسد والذي يعاني من قلة البركة في حياته وفي أموره وفي وقته وعدم التوفيق في دراسته أو في زواجه أو في حياته بالعموم، فعليك بسورة البقرة، عليك بسورة البقرة، وإن شاء الله ستجد خيرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وعندما قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وعندما قال من قرأها في بيته ليلا لم يقربه الشيطان 3 ليال، فهذه أحاديث عظيمة عليك أن تنتبه لها جيدا، وعليك أن تحرص عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النفع والشفاء والعافية وتيسير الأمور، وأن يجمع بينكم وبين من تحبون بخير بما يرضيه، إن الله على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.